أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد أسبوعيا من القاهرة مع إحياء ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني. فعاليات تقام ومؤتمرات تعقد، كلها تؤكد دعما لا محدودا لقضية عادلة لشعب هو الوحيد الذي ما زال يرزح تحت نير احتلال غاشم، تحت سمع وبصر مجتمع دولي لا يعير كل ما يحدث في فلسطين سوى نظرة رثاء ليس إلا. اليوم لن تعنينا كلمات الشجب ولا الإدانة، ولكننا نعنى بالقانون الدولي الذي يستظل العالم بأسره تحت مظلته. أين القانون الدولي من قوانين خصت فلسطين وأنصفتها؟ لو فعل قانون واحد لتغير الكثير في قضيتنا العادلة. معنا ومعكم الدكتور أيمن سلامة، الخبير والفقيه في القانون الدولي. دكتور أيمن، أهلا بحضرتك. أهلا بسيادتك أستاذ نجوى، أهلا وسهلا. ونحن نتحدث عن إحياء العالم بأسره اليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما ذكرت، لن تعنينا كلمات الشجب ولا الإدانة، نعم، ولا تلك الفعاليات، ولكن ما يعنينا هو أين القانون الدولي في هذا اليوم. نعم، يعني أنا بأؤكد وأؤيد التقرير الذي يتحدث أن الشجب والإدانة والاستنكار والاستهجان ربما لا يجدي فتيلة، ولكن القانون الدولي وفي حالات وفي قضايا وفي مناسبات معينة هو القاطع الحاسم المانع. والمثال حين تقوم الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، هذا انتهاك صارخ وفاضح لكافة القارات والمواثيق الدولية وحتى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية التي ما فتئت تؤكد أن القدس الشرقية والضفة والقطاع أراض وأقاليم محتلة. وكما تفضلت حضرتك أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم منذ 5 يونيو 1967 الذي يرزح تحت نير الاحتلال الغاصب غير المشروع وغير الشرعي. هناك آليات عديدة، منها المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت بالفعل في الفحص الأولي لجرائم عديدة مختلفة يدعى أو مدعى بلغة القانون ارتكابها من جانب مسؤولين إسرائيليين، حيث أن هذه المحكمة الجنائية الدولية ودولة فلسطين الشقيقة دولة عضو في هذه المحكمة تنظر في الدعاوى ضد المسؤولين والقادة الإسرائيليين، سواء اتهموا من قبل القيادة الفلسطينية بارتكابهم جرائم حرب مستمرة وهي جرائم الاستيطان، أو جرائم حرب مختلفة عديدة وجسيمة في عام 2014 في المواجهات بين جيش الدفاع الإسرائيلي وميليشيات وتنظيمات المقاومة المسلحة المشروعة في قطاع غزة. إذن هذه آلية من الآليات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، والسيد الرئيس محمود عباس لم يأل أي جهد ومعه كل أركان قيادته في دوام التكرار ومد المحكمة الجنائية الدولية وتحديدا مكتب المدعي العام من المحكمة بالأدلة الدامغة وبقرائن أخرى عن ضلوع مسؤولين إسرائيليين سواء كانوا قادة أو حتى أفراد بارتكاب جرائم مختلفة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. نعم، ولكن يعني دائما نقول في مصر المحاكم حبالها طويلة. نعم. دكتور أيمن، نعم، يعني حتى الآن حتى لو خرج قانون أو قرار من المحكمة، نعم، يدين إسرائيل، هو سيكون فقط معنويا لأن المحكمة ليس لديها يعني جهة تنفيذية. نعم، ضبط وإحضار، جهة تنفيذية، يعني أنت تتحدث بلغة القانون أفضل. ولكن دعنا نتحول إلى ما هو أبعد وهو القانون الدولي فيما يتعلق بتفعيل أو إيجاد آلية أكثر فعالية. هناك آلية أكثر فعالية، وأنا أؤيدك أن المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها يعني بطيئة، ونحن دوما بنستشرف سرعة المحاكمات وسرعة التحقيقات. المهم هناك آليات، وهذه الآليات طالب بها السيد الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا منذ تقريبا عقد خلا من الزمان، وهي الطلب
من المجتمع الدولي، الجماعة الدولية بالأجهزة والمنابر المختلفة، سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي، بحماية الشعب الفلسطيني. الحماية تعني قوات دولية، مراقبين دوليين، آلية تنفيذية على الأرض، كما قامت الأمم المتحدة في دول عديدة بفرض الحماية على المدنيين الأبرياء العزل، وتمثيلا على ذلك عام 1995 فرض مدن ستة في جمهورية البوسنة والهرسك تحت حماية ومظلة وعلم الأمم المتحدة. ولكن دوما الجانب الإسرائيلي، لأن مثل هذه القرارات بتستلزم أن يصدر قرار من مجلس الأمن تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، نجد أن المحتل الغاصب الإسرائيلي يرفض تفعيل أو تنفيذ مثل هكذا قرارات. ولكن حتى القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن والأمم المتحدة دكتور أيمن يخص حماية الشعب الفلسطيني، وكان بأغلبية ساحقة، حتى الآن لم يخرج توصيف أو شكل لنوع هذا يعني آلية للحماية حتى الآن، يعني بغض النظر عن الفيتو الذي ينتظرنا دائما في مجلس الأمن. نعم حضرتك، وإذا كانت إسرائيل كما تزعم بأنها دولة ديمقراطية لنفذت القرارات الدولية، كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن سواء تأسيسنا الفصل السادس أو السابع هي قرارات نافذة قانونا، ولكن الفارق بأن الباب السابع حين يصدر قرار مؤيد أو مؤسس أو مصدره الباب السابع، فهذا يعني أنه مسلح بجزاءات رادعة، تدابير إنفاذية منها المقاطعات وقطع العلاقات ووصولا إلى استخدام القوى المسلحة. ولكن هذا لا يعني أن القرارات، عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بموجب الباب السادس، لا يعني ذلك ولم تنفذ من إسرائيل أنها ليست ملزمة قانونا. إذا كانت إسرائيل دولة راغبة في السلام ومحبة في السلام، وهذه الإجابة بالنفي، ما هو دي حقيقة، دي حقيقة مفروغ منها أستاذة نجوى. إذا كانت هكذا وهذه هي شروط العضوية في الأمم المتحدة لنفذت قرارات الأمم المتحدة. لماذا أستاذة نجوى؟ لأن من أهم شروط العضوية في الأمم المتحدة وفق الميثاق أن الدولة العضو تتعهد بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن المنظمة. أين الخلل؟ الخلل في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي زي ما قلت في التقرير المحكم يرى جهارا نهارا الانتهاكات الصارخة، ويرى أن إسرائيل هي الاحتلال العسكري الوحيد في العالم منذ أكثر من 4 عقود، تقريبا 50 سنة، ولكن الجماعة الدولية هناك خلل. صحيح وطبيعي أن يكون هناك خلل ما بين البشر، لأن البشر ليسوا ملائكة، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية غير، هي إدارة استثنائية. حتى في عهد جورج بوش الابن لم تكن بمثل هذا الجبروت والصلف، وأول إدارة في التاريخ الأمريكي أن هي تأمر بنقل ويصدر أمر تنفيذي، أمر رئيس من الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة. فللأسف الظروف غير مواتية حتى في هذه اللحظة، لا للدولة الفلسطينية كدولة ولا للشعب الفلسطيني الرازح تحت ندير الاحتلال في أن يقتنص حقوقه في ظل هذه الإدارة التي تتبنى إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها، من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. نعم أستاذ دكتور أيمن، يعني عندما نتحدث عن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ربما كما تحدثت ترامب هو يعني كان بشكل فج طبعًا يتعامل مع طبعًا إسرائيل، ولكن الإدارات الماضية أيضا لم تقدم لإسرائيل ما كان ينبغي. حتى أوباما الذي يعني الجميع تفاءل به خيرا جاء في النهاية وقال إنني لم أكن أعرف أن الأمر صعب بما يخص القرارات أو المساعدة الفلسطينية. إذن يعني ترامب نعم كان فجا، كان يتعامل بشخصية رأس المال الانتهازي، ولكن فقط هو إلى زوال أيضا، وتبقى القضية الفلسطينية، ولكن يبقى الخلل في القانون الدولي أو كيفية تطبيقه. حضرتك أنا عايز أشير إلى أن هذا العام 2018
وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس في دولة أخرى، وفي داخل القضاء الأمريكي ذاته. هنا ملعب آخر غير السياسة، ملعب القانون، سواء كان القانون الدولي أو القانون الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية خسرت، والرعايا ما يسموا بالضحايا الأمريكان اللي كانوا موجودين في القدس الشرقية وتم استهدافهم من جماعات في القدس الشرقية، طلبوا السلطة الوطنية، تحديدا السلطة الوطنية في أحد القضايا بتعويض 560 مليون دولار، ولكن محكمة الاستئناف الأمريكية نقضت وأبطلت الحكم المتقدم في أول درجة. لماذا؟ لأن القاضي الأمريكي في محكمة الاستئناف أقر بأن القانون الدولي لا يلزم الإدارة الأمريكية ولا يمنع حقوق لهؤلاء في داخل فلسطين المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، حكمين قضائيين برفض تعويضات ما يناهز المليار دولار. رفضوا، والإدارة أو القيادة الفلسطينية كسبت مثل هذه القضايا. نعم. فين يا فندم؟ في القضاء الأمريكي. لماذا بقى؟ لأن الدستور الأمريكي القاضي نظر فيه، والدستور الأمريكي بينص فيه أن القانون الدولي هو قانون الوطن والأرض الأمريكي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بالتزاماتها التعهدية الدولية. ولكن المثال والبرهان الساطع في مثل هذه المسألة في 1986 حين أصدر ريغان قرارا تنفيذيا خارقا أخرقا بإغلاق مقر البي ال او، منظمة التحرير الفلسطينية، في الأمم المتحدة في نيويورك، والبوليس الأمريكي أغلق مقر المحكمة المنظمة، ولكن الأمم المتحدة ومنظمة التحرير رفع قضية أمام القاضي الأمريكي، والقيادة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية كسبت القضية في نيويورك، وأعيد فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية، رغما أن الإدارة الأمريكية في هذه الحقبة كانت تعتبر أن البي ال او منظمة إرهابية. لذلك القانون الدولي حين نأتي إلى منابر قضائية، منابر دولية تحكيمية، فالقانون له اليد العليا والقول الحاسم القاطع. طيب، يعني فيما يتعلق بمنظمة التحرير، يعني نستطيع مرة سابقا بما أن التاريخ يعيد نفسه وأغلقت منظمة التحرير، نعم، الفلسطينية أغلقها بمناسبة قرار الرئيس الأمريكي الخارق المنتهك لكل القواعد والقرارات، تستطيع الدولة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية، أن ترفع دعوة بإبطال مثل هكذا قرار أمام القضاء الأمريكي. لماذا يا فندم؟ لأن أي قرارات تنفيذية داخلية في الدول، أو تشريعات برلمانية داخلية في الدول، أو أحكام قضائية داخلية في الدول تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي، هي مجرد وقائع مادية لا ترتب أي حقوق أو مراكز قانونية جديدة. بعبارة بسيطة، لا يجوز لدولة أن تدفع بتشريعها الوطني المخالف أو قراراتها التنفيذية، ومنها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية المحتلة، وهذه القرارات التنفيذية أو التشريعات البرلمانية مخالفة ومنتهكة للقانون الدولي. طيب، إذا يعني مسألة اللجوء إلى القضاء الأمريكي، نعم، ممكن أن يكون أيضا وسيلة من ضمن الوسائل التي تسعى بها دولة فلسطين لإثبات الحقوق. نعم. طيب، من يفعل تلك القرارات؟ هل يستطيع هناك الرئيس الأمريكي أن يتغاضى عن قرار خرج عن محكمة أمريكية؟ حضرتك، منذ أسبوعين فقط المحاكم الأمريكية في أحد المحاكم الفيدرالية في أحد الدوائر القضائية نقضت قرارات الرئيس الأمريكي برفض قبول المهاجرين، ونفذ القرار، قرار قضائي نفذ. لأن خصوصية فلسطين داخل أيضا الأراضي الأمريكية لها خصوصية، وتحكم اللوبي اليهودي، أنت أعلم مني بذلك،
ربما يغير من الناحية الأمر. لا سياسيا أنا معاك ماء بالماء سياسيا، ولكن أنا قلت لسيادتك أمثلة ساطعة. 1986 بعد أن أغلق مقر مع منظمة التحرير الفلسطينية في داخل الأمم المتحدة في نيويورك، القاضي الأمريكي بقرار منه سديد صحيح بصير فتحت غصبا وقصرا على من؟ على الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. هذا العام قضيتين، قضيتين كسبتهما القيادة الفلسطينية السلطة الوطنية الفلسطينية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا يا فندم؟ القاضي في أي دولة في العالم حتى يطلق عليه لفظ القاضي ليس سياسي أو دعائي أو إعلامي، ينفذ القانون اللي قدامه. الدستور الأمريكي مكتوب فيه نص صريح أن القانون الدولي هو قانون الأرض الأمريكي، قانون الإقليم الأمريكي، وأن أمريكا لا تستطيع أن تتنصل من التزاماتها التعهدية الدولية. طب هل هناك شروط دكتور أيمن عندما أريد أن أرفع قضية حتى على الرئيس الأمريكي لأنه نعم. يعني خالف. ظلم الشعب الفلسطيني وخالف القانون الدولي فيما يتعلق مثلا بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس؟ هل ينبغي أن تكون عن طريق القيادة الفلسطينية أم أن ممكن أفراد تضرروا من هذا الفعل؟ نعم الضحايا المتضررين من ذلك الفعل الشعب الفلسطيني، الأفراد، المنظمات الحقوقية، المنظمات يعني ممكن منظمة حقوقية أمريكية، منظمات أمريكية ترفع هذه الدعوة. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي في هذه الحالة خالف الدستور والأعلى من الدستور، لأن الدستور قانون، الدستور تشريع وطني، خالف القانون الدولي. طيب ممكن أسألك سؤال بس بعيد عن القانون؟ فضل. الجاليات العربية الموجودة هناك والمنظمات الحقوقية الموجودة في والإسلامية أمريكا الإسلامية منها كير مثلا هناك، برأيك لماذا لا تقوم بتلك برفع تلك الدعاوى بدلا من بيانات الشكب والإدانة التي يرسلونها دوما على إيميلات الصحفيين؟ ما أنا اللح الساعة أو الدقيقة أو اللحظة اللي احنا فيها ولي الشرف هي لحظة الإعلام. الإعلام هو الأداة الأولى، الإعلام هو الأقوى من الأسلحة الدمار الشامل. الإعلام طالما لديك إعلام يوصل هذه الحقائق، ربما البعض لا يدرك مثل هذه المنافذ القضائية أو القانونية أو الدستورية. لا أنا لا أتحدث عن أمريكان، أنا أتحدث عن العرب من أصل فلسطيني هناك أيضا، منهم مدير منظمة حقوق الإنسان. حضرتك سيادتك هم بيشتغلوا وبيعملوا، وفي مثل هذا اليوم واللحظة التاريخية يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بيعملوا. يعملوا إيه؟ بيقوموا ما هو مثل هذه الندوات تسليط الضوء ربما يتم فيها دعوة القانونيين من الثقاه العرب وغير العرب. هناك أمريكيين وغربيين أمناء وفاعلين للقضية الفلسطينية. دعيني أقول لسيادتك معلومة، سيبني لبني وزيرة الخارجية الإسرائيلية وزيرة الحرب لإسرائيل اثنتين تلغي سفرها وهي في مطار اللد وهي مسافرة إلى بريطانيا اثنتين. لماذا يا فندم؟ لأن تلاحق هناك جنائيا. أكثر من منظمة حقوقية منها فلسطينية وبريطانية، منظمات بريطانية صرفة ولكنها حقوقية، وتعلم أن هذه مجرمة حرب وأنها هذه ارتكبت جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتحديدا ضد المجاهد الفلسطيني المرحوم صلاح شحادة في الضفة الغربية، لذلك رفعت القضايا. لذلك سيدي ليفني لن تفكر مرة ثانية. آخر حاجة سيادتك من فضلك يعني أو قبل الأخيرة اتفضل. دلوقتي سيادتك الحديث ممتاز لي الشرف، كيف أصبح وصار وأضحى القادة الفلسطينيين عسكريين وسياسيين هم في قمة قائمة الملاحقين جنائيا دوليا، ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن في فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، نيوزيلندا، أستراليا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دعاوى ضدهم ولا تستطيع أقدام هؤلاء أكثر من 50 إسرائيلي. لماذا يا فندم هم الأكثر؟ لماذا؟ لحقيقة أن هناك منظمات حقوقية تدرك وتفهم
أن هناك مبدأ قانوني دولي اسمه الاختصاص القضائي العالمي، الذي جعل بلجيكا في يوم وفي لحظة تلاحق إيريل شارون، وجعل القضاء البريطاني يصدر ليلا مذكرتي اعتقال الريست وورد بحق من سيبني ليفني، لأن قضاء إسرائيليين نعم. لماذا هم الأكثر في العالم؟ ليس فقط لأن هم الاحتلال العسكري الغاصب الغاشم الذي يرتكب كل مثل هذه الجرائم، ولكن لأن هناك كوادر قانونية ومنظمات حقوقية تفهم ماهية القانون الدولي وكيفية ملاحقة هؤلاء ليس أمام القضاء الإسرائيلي أو القضاء العربي أو الإسلامي، أمام قضاء أكثر من 80 دولة في العالم تتبنى مبدأ يسمى بالاختصاص القضائي العالمي، الذي يتيح لهذه الدولة قضاءها ملاحقة أي. هل هناك ملاحقات في أمريكا دكتور أيمن؟ نعم، في ملاحقات، ولكن لن تنفذ هذه الملاحقات إلا حين تطأ أقدام مفاز أو إيريل شارون أو مثلا أيا ما كانت تسمية أو سيبني ليفني، حين تطأ أقدامهم الإقليم هذه الدولة تصدر بحقهم مذكرة الاعتقال، ويحقق معهم غض النظر عن جنسية الجاني وغض النظر أيضا عن جنسية الضحية الفلسطينيين بين قوسين، وغض النظر عن إقليم أي محل ارتكاب الجريمة. يعني هذه نقطة تتعلق بالقضاء الأمريكي. نعود إلى المنظمة الأممية، مضطرون لذلك على الرغم من أن حتى السيد الرئيس محمود عباس تحدث بمرارة أن أرفف المنظمة الأممية يعني خزائن تعج بالكثير والكثير من القرارات. يعني لن نتحدث عن الأمم المتحدة، ولكن سنتحدث عن قرارات مجلس الأمن غير المفعلة. ربما أقوى دكتور أيمن. طبعا إلى حد ما، لأن مجلس الأمن هو الهيئة التنفيذية الأمنية الوحيدة في الأمم المتحدة التنفيذية، وهو الهيئة ليست الحصرية ولكن الهيئة الرئيسية المعنية بقضايا السلم والأمن الدوليين ورد العدوان، مجلس الأمن. ولكن كافة القرارات التي تصدر سواء عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبيات الكاسحة، يعني كل فقهاء القانون الدولي دون استثناء ينظروا إلى قرارات الجمعية العامة، إذا تواترت، وهناك تواتر كما تفضل السيد الرئيس من مئات القرارات، وصيغت بصياغة قانونية حاسمة ملزمة، فهي ملزمة غض النظر أنها باب سابع أو سادس أو مجلس أمن أو جمعية عامة الأمم المتحدة. ولكن العيب، المشكلة في الدولة المخاطبة بالقرارات، وهي دولة هي إسرائيل المحتلة. هناك دول تصدر ضدها قرارات ليست بموجب الباب السابع ولكن بموجب الباب أو الفصل السادس، اللي هو الذي لا يتضمن أي إجراءات وتدابير جزائية عقابية ضد الدولة، ولكنها دول ديمقراطية تنفذ وترضخ للإرادة الدولية. إسرائيل غير كده بالمرة. إسرائيل لما انتشرت قوة الطوارئ الدولية الأولى للأمم المتحدة هنا في سيناء في حرب السويس 1956، كان القرار الاتحاد من أجل السلام الذي صدر عن الجمعية العامة يلزم بأن هذه القوات تعمل في صحراء النقب وأيضا في سيناء. رفضت إسرائيل. هناك العديد من القرارات والمبادرات من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية بنشر مراقبين عسكريين، وانتشروا مراقبين أوروبيين ولكن انسحبوا في مدينة الخليل تحديدا، ولكن انسحبوا بعد فترة وتعرضوا لمضايقات إسرائيلية وتدابير إدارية إسرائيلية عديدة. أيضا كذلك دكتور أيمن، يعني ربما نحن نتحدث عن أن إسرائيل كنا نراها أنها دولة دي يعني غير ديمقراطية فيما يخص الفلسطينيين، ولكن هي أيضا أثبتت أنها غير ديمقراطية فيما يخص مواطنيها عندما يعني قامت بقانون القومية اليهودية. دكتور أيمن، يعني واضح أنها دولة يعني هي يعني أنا أتحفظ أيضا على كلمة دولة. حضرتك لا، هذا أمر واقع. إسرائيل
هي الدولة الأولى منذ عهد هتلر، وهذه أرقام وهذه حصريات الحمد لله منذ عهد هتلر 1745 الرايخ الثالث، هي التي ترسخ العنصرية في دستورها وقوانينها. إسرائيل يعني في ما طبعا عندها تشريعات، ما عندهاش دستور مكتوب زي بريطانيا ونيوزيلندا، ولكن عندها قوانين وتشريعات، والدستور في النهاية هو قانون، وإن كان اسمه القانون الأسمى أو أب القوانين. إسرائيل هي الدولة الأولى الوحيدة في العالم منذ النظام التفرقة العنصرية الأبارتايد في جنوب أفريقيا 1993 هي التي تعيد وترسخ مثل هذه العنصرية القومية البغيضة الكريهة. إذن منذ هتلر 1945، منذ دي كلارك في جنوب أفريقيا 1993، إسرائيل هي الدولة حصرا وعدا التي ترسخ القومية في تشريعاتها الداخلية. لذلك أنا أربأ أن تقوم كتابات عربية وبعض الشراح العرب اللي ينتقدوا الدول العربية ويتحدثوا أن إسرائيل دولة ديمقراطية علشان بتطبق جزئية صغيرة من جزئيات الديمقراطية. حين تقوم المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس بإصدار أحكام قضائية مخالفة للقانون الدولي، حين تصدر أحكام نهائية باتة بالترخيص بالتغذية القسرية الإجبارية من الأنف ومن الفم ومن المعدة للمعتقلين أو الأسرى الفلسطينيين، هل هذه دولة ديمقراطية؟ حين من فضل سيادتك تستورد الولايات المتحدة الأمريكية، تستورد خبراء التعذيب الإسرائيليين إلى جوانتانامو حتى يدربوا المعذبين الأمريكيين في جوانتانامو، يعني ياخدوا منهم الدروس. طيب خلينا نرجع لمسألة القضاء الإسرائيلي، لأن كانت هذه نقطة يعني أريد استيضاحها من حضرتك. عندما يخرج أو تخرج المحاكم الإسرائيلية بقوانين مخالفة للقانون الدولي، كيف يمكن أن نخاطب أهل القانون في يعني الدول أو يعني المظلة القانونية الدولية الأكبر لمحاكمة هؤلاء؟ أشكر حضرتك. في مبدأ اسمه مبدأ المسؤولية الدولية، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية. القضاء الإسرائيلي مرفق عام من مرافق إسرائيل. البرلمان الإسرائيلي كنيست مرفق عام. السلطة التنفيذية الحكومة مرفق عام. حين تنتهك هذه المرافق العامة، وزي ما حضرتك سألتي القضاء الإسرائيلي بما فيه المحكمة العليا الإسرائيلية، تنتهك قواعد القانون الدولي، كل هذه الأحكام بداءة هي مجرد وقائع مادية ليست قانونية. طيب كيف بقى التفعيل وكيف المساءلة أمام العدي بمجلس حقوق الإنسان؟ مجلس حقوق الإنسان يمكن أيضا استصدار آراء استشارية أخرى مثل الرأي الاستشاري بشأن الجدار العازل. ممكن يا فندم مرة أخرى أيضا مقاضاة هؤلاء أمام محاكم داخلية في دول مثل الاتحاد الأوروبي تسمح، تشريعاتها الوطنية تسمح بملاحقتهم دوليا نتيجة انتهاكهم لقواعد القانون الدولي. ده ما يكونش اكتر من كده ان يمنع التعامل مع القضاء الاسرائيليين. نعم. لانهم لا ينفذون او لا يحترمون. نعم. القانون الدولي، وهي كما تحدثت عن انها قانون ليس سياسة. اشكر حضرتك. يمكن ملاحقتهم هؤلاء القضاء امام هيئات دولية ونقابات حتى غير حكومية دولية مثل نقابة المحامين الأمريكيين مثلا، وتسليط الضوء عليهم أن هؤلاء قضاء غير مستقلين، غير ديمقراطيين، يعني ليسوا بالعدالة يعني. أشكر حضرتك. منحازين، متحيزين، غير محايدين. وأيضا تسليط الضوء الإعلامي ولكن بأساليب قانونية حول مثل هذه الانتهاكات من قبل قضاة إسرائيل. تقصد التسليط الإعلامي شراء أوقات على الهواء في بعض الدول النافذة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني؟ دي هذه ناحية. الكتابات والمقالات القانونية، إعلام، الكتب،
هذه وسائل إعلام، المجلات وسائل إعلام، المنتديات. أنا عن الأسرع دكتور أيمن، يعني يعني إذا الإعلام وزارة أمريكا يرى المواقع. أن هناك شراء أوقات حتى أيوة. داخل مترو الأنفاق. أيوة يا فندم. في التلفزيونات. أيوة يا فندم. المواقع. الهوم بيجز، المواقع المهمة، مظبوط، وناخد ساعات. وممكن الدول أخرى عربية وإسلامية تساعدنا، ممكن دول من الاتحاد الأوروبي تساعدنا، المهم الآليات عديدة. ولكن أنا شخصيا مؤمن بقضية أن الإعلام هو السلاح النافذ لأي دولة. بالتأكيد هو سلطة من ضمن السلطات النافذة. أنت تحدثت دكتور أيمن سلامة عن الاتحاد الأوروبي، هو بالفعل يقوم بدور مهم جدا فيما يتعلق بمقاطعة بضائع المستوطنات. كيف يمكن تفعيل هذه الجزئية؟ لأن الاقتصاد أيضا يعني عنصر هام في قضيتنا، ويستطيع أن يكون من ضمن الأسلحة الفتاكة فيما يتعلق بمعاقبة إسرائيل. حضرتك ده ليه أبعاد ممتازة، يعني في أبعاد، ليست المسألة مسألة اقتصاد وحاسب، لا، مسألة أن الاستيطان جريمة حرب بوفق المادة الثامنة. ومن ثم لما نيجي نسلط الضوء زي ما حضرتك قلتي للفرد المواطن رجل الشارع في دول الاتحاد الاوروبي ان البرتقال والليمون وغيره والفواكه التي تاتي من دوله فلسطين الشقيقه الحبيبه هذه من مستوطنات من كانتونات غاصبه محتله اسرائيليه، هذا له اثر كبير اخلاقي ومعنوي واقتصادي ومالي. ومن ثم يعني أنا شايف ليس يعني تحيزا للقانون، شايف يجب الاستعانة من خبرات القانونيين الفلسطينيين أنفسهم الذين يتبوأوا أعلى المناصب الأكاديمية في الجامعات الأمريكية، في عديد الجامعات الأمريكية فلسطينيين من الخبراء القانونيين الثقات، والقيادة الفلسطينية تعلمهم طبعا وتدركهم، وهم يعملون ويقدمون المشورة فضلا عن المستشارين القانونيين والكوادر العربية والإسلامية والغربية التي تنحاز للحق والقانون والعدالة. دكتور أيمن، حضرتك يمكن بتفتح موضوعات مهمة جدا، يعني منها مسألة المستوطنات وهي أدركتها تحت عنوان جرائم حرب طبعا، وجرائم حرب مستمرة. جرائم حرب مستمرة ليس بمعنى أن لو تحدثنا عن جريمة الحرب في 30 مايو 2010 ضد سفينة المساعدات الإنسانية الإغاثية التركية التي كانت ترفع علم جزر القمر الدولة العربية العضو في المحكمة الجنائية الدولية، نستطيع ان احنا نقول ان الجريمة استغرقت ساعة او ساعتين. اما الاستيطان جريمة حرب جسيمة مستمرة منذ يونيو 1967. فلا حديث عن مواطن فلسطيني لا حديث عن مواطن إسرائيلي أعزل في إسرائيل والتفرقة بينه وبين المستوطن الإسرائيلي في داخل الخليل أو الضفة أو قطاع غزة. وبالمناسبة حتى هذه اللحظة بلغة الواقع والقانون الضفة والقطاع وتحديدا قطاع غزة محتل، والانسحاب الانفرادي لإيريل شارون 2005 لم يدخل حيز النفاذ. حين تقومي بالقطع والقبض والاعتقال والاحتجاز وقطع المياه والوقود والجسور والمعابر والمنافذ والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة، فأي حتى البحر محاصر يا دكتور أيمن، والجو والبر، البر والبحر والجو. لذلك هذا هو احتلال بلغة الاحتلال قانونا وواقعا على الأرض. الرواتب وتسجيل المواليد، الرواتب تمر عبر إسرائيل، تسجيل المواليد عبر إسرائيل، العملة في حلاء إسرائيل. لذلك إسرائيل دولة محتلة، والاحتلال والعدوان يأتيان في المراتب الأولى من الجرائم الدولية الخطيرة. لابد أن يكون هناك زخم إعلامي إعلامي، ولابد ان يعني انا اتصور ان يكون زخم قانوني في كل الدول العربيه او اسلاميه او دوليه، استاذ نجوى، بملاحقات حتى لو كانت المحكمه بعد ذلك ترفضها. انا معاكي، بس لما انا اقصد اعلامي يعني اعلامي بلغه القانون، اعلامي هادف موضوعي، يعني اعلامي بيتحدث بلغه الارقام
والتواريخ والحقائق وبلغة القانون الدولي. أنا قلت لسيادتك لماذا خسر الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية في قضايا فلسطين وقضايا المهاجرين واللاجئين؟ قضايا لماذا كثيرة. أنا لماذا خسر أمام القضاء؟ لماذا؟ لأن هناك قانون. لذلك تحتاجي كتابات قانونية، برامج تلفزيونية، وأشكركم على استضافتي. شرف يا فندم. أشكركم علشان يتم تسليط الضوء، المقالات القانونية، الدراسات، الصحف الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك منظمات إسرائيلية حقوقية يسارية تفضح الإسرائيليين. نعم. وسيادتك تعلمين بالانتهاكات الصارخة، سواء كانت تمثلت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ولكن سيأتي اليوم القريب لا البعيد وتكون فلسطين دولة مستقلة حرة كاملة الأركان والأوصال والعناصر بإذن الله. على ذكر الجرائم اللا إنسانية التي تتحدث عنها، لابد أن نتحدث عن سفينة مرمرة. هل هناك جديد بشأن تلك السفينة؟ نعم نعم. وهي منذ نعم. 8 سنوات على ما أعتقد. مظبوط، 8 سنوات. مظبوط، اعتقادك سليم وراسخ. 30 مايو 2010، الأسبوع الماضي فقط الماضي، رفضت غرفة ما قبل المحاكمات، ما بين قوسين الغرفة التمهيدية أو الابتدائية، رفضت ادعاء المدعي العام للمحكمة الجنائية فاستو بانتودا بأن ما وقع في 30 مايو 2010 من قبل الكوماندوز المعتدي الإسرائيلي بأنه جريمة حرب فعلا، ولكنه لا يرقى إلى الجسامة أو لم ترتكب الجريمة على نطاق واسع. رفضت المحكمة ذلك التبرير وألزمت الغرفة ما قبل المحاكمة، ألزمت المدعي العام للمحكمة بإعادة النظر وإعادة الفحص مرة ثانية في هذا الأمر الجلل أو في هذه الجريمة الحرب النكراء التي ارتكبت بحق عمال، إغاثة إنسانية، عزل، جريمة لم ترتكب من قبل ولا بعد. نعم. طب هل هناك شروط دكتور أيمن لمسألة الجسامة؟ يعني من يحدد هذا الأمر جسيم، ومن يحدد أنه لا يندرج تحت هذا المصطلح؟ الاثنين يا فندم، الغرفة الابتدائية وأيضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. إذا كانت المدعية العامة مستقلة في عملها وفي قراراتها، ولكنها في النهاية مراقبة من الغرفة الابتدائية وفق لنصوص نظام روما، النظام المؤسس المحكمة الجنائية الدولية. يعني اللي أنا بقوله لسيادتك ده هو اللي حصل في موضوع مرمرة. المدعية العامة رأت أن الجريمة ليست بمثل هذه الجسامة، الخطورة الكبيرة، وقالت هي جريمة حرب، وما معناه ليست جريمة حرب، خطيرة بهذه الدرجة المتطلبة في نظام المحكمة. هذا هو تكييفها، هذا هو تقديرها. ولكن القضاة الغرفة المحكمة الابتدائية رفضوا ذلك التكييف، ولقوا ان في يعني اغفال واجحاد واغفال وظلم بحقوق الضحايا اللي تم قصفهم وقتلهم وهم لم يكونوا مسلحين بالمرة، كانوا مدنيين وغير منخرطين في نزاع مسلح. والغرفة ألزمت المحكمة الأسبوع الماضي ولأول مرة بإعادة مرة. نعم نعم. طيب فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع على يعني أيضا في المحكمة الجنائية على الملاحقات الإسرائيليين، يعني في حال إثبات هذا الحق، هل من الممكن أن توزع يعني لا أعرف مشرب هؤلاء نعم. في كل الدول مثلا؟ نعم. على اعتبار اننا يعني المحكمة نعلم ان المحكمة ليس لديها أشكر تبطية ليس لديها قوة تنفيذية على الاقل يمنع من نعم. الوصول الى الدول. حضرتك يكفي طبعا لن يستطيع الوصول، وبيكون امرين يعني اسمه بيكون في قوائم الترقب من قبل الانتربول. ثانيا اذا صدر بحقهم النشرة الحراء من المحكمة الجنائية؟ لا، المحكمة الجنائية ترسل إلى الانتربول. الانتربول لو أصدر مذكرة توقيف حمراء تحديدا
كل الدول ملزمة باعتقاله لحين نقله للمحكم. الأمر الثاني يا فندم، تجميد أرصدة وأموال هؤلاء الملاحقين بالمذكرة الحمراء. ولكن أنا كمتابع للشأن الفلسطيني الإسرائيلي، يكفي صدور من المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة الوحيدة المستقلة الجنائية الدولية، يكفي إصداري مذكرة اعتقالي لمثل هذه لهؤلاء، ولا يستطيعون التنقل في أي دولة طرف في نظام الأساسي المحكمة، يعني لا يستطيع السفر لأي من 123 دولة في العالم أعضاء في نظام المحكمة. حتى الآن لم يتم الفصل في أي من تلك. لا لا يا فندم، لا، لأن حضرتك إحنا قلنا سيادتك محتاجين أن القيادة الفلسطينية الموقرة أن تسرع نظر المدعية العامة في الفحص الأولي في الدعاوى المختلفة. نسرع إزاي يا فندم؟ نتأسى ونقتاد بما فعل فعلا في الدعاوى المرفوعة ضد دولة فنزويلا في أمريكا الجنوبية من 8 دول، 7 دول أوروبية زائد كندا، هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قدموا مصوغات تأييد للدعاوى المرفوعة ضد فنزويلا بارتكابها جرائم ضد الإنسانية. هذه طب عايزين كوبي وبيست بقى للموضوع الفلسطيني. يا فندم ازاي؟ في دول عربية في المحكمة، في الأردن، جيبوتي، تونس، جزر القمر، 4 دول غير فلسطين. وفي دول إسلامية وفي دول أوروبية تناصر الحق الفلسطيني، في دول مثل اليونان، إسبانيا، إيطاليا، ودول إسلامية عديدة. هناك أكثر من 30-40 دولة تستطيع القيادة الفلسطينية أن تتأسى كوبي وبيست. ومسألة سهلة يعني دولة من الدول دي دكتور أيمن تقصد ولا مجموعة دول؟ لا يا فندم، كل دولة بتقدم على حدة استقلالا، لأن كل دولة لها شخصية قانونية معنوية مستقلة داخل المحكمة. وده اللي حصل في الدعاوى التي رفعت ضد فنزويلا. يعني المطلوب أن تقوم دولة فلسطين بمخاطبة تلك الدول، ممارسة حقها داخل المحكمة الجنائية. أشكر حضرتك الدولية. أشكر حضرتك. أنا كده فاهمة صح؟ ده مظبوط يا فندم. بس ولكن مش شفاهة، بيقدموا مذكرات رسمية قانونية تأييد الدعاوى الفلسطينية ضد المسؤولين الإسرائيليين. على الأقل نضمن الدول العربية، يعني إن لم نكن نضمن أيضا بجوارهم. نعم. الدول الإسلامية، وكما في 4 دول عربية، دول يعني من الدول العالم أيضا تناصر الحق الفلسطيني. شوفي حضرتك، الدول حين تكون الأمور قانونية وقضائية وحقوقية، فالقانون بيكون ضاغط وكابح لذواتها النفعية. طيب دكتور أيمن، هناك أيضا 5 قرارات صدرت بأغلبية ساحقة تناصر الحق الفلسطيني عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي نفس التوقيت يوم الخميس القادم هناك في مجلس الأمن قرار من أمريكا أو مشروع قرار من أمريكا لإدانة حركة حماس ووصمها بالإرهاب. طبعا أنت تعلم أكثر مني أن القيادة الفلسطينية تحارب هذا القرار في مجلس الأمن. ماذا لو خرج، يعني دعنا نتحدث عن ال5 قرارات وأهميتها، ثم نتحدث عن ماذا لو تم التصويت لصالح هذا القرار. يعني هتكون لي أثار طبعا سلبية على، لا نتحدث الأول عن أهمية ال5 قرارات دكتور. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الوحيدة التي تسمى لدى كل فقهاء القانون الدولي بالمنبر العام للأمم المتحدة. يعني مجلس الأمن 15 عضو، الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 دولة وتناقش فيها كافة القضايا السياسية، اقتصادية، تجارية، ثقافية، حتى مسائل السلم والأمن الدوليين، طالما أنها ليست أمام طاولة مجلس الأمن. القول بأن القول والزعم بأن قرارات الجمعية العامة غير إلزامية مقارنة بمجلس الأمن، أنا شخصيا أتحفظ على ذلك. ما جدوى
الاجتماعات والقرارات والتصويت إلا إذا كانت هذه القرارات أيضا ملزمة، ولكن الفارق اللي بيلتبس على بعض الشراح في المنطقة العربية، إن مجلس الأمن لما بيصدر قرارات بموجب الباب السابع بيكون مسلح، هذه القرارات مسلحة بتدابير تدابير إنفاذية على الأرض زجرية ضد الدولة، عكس الجمعية العامة للأمم المتحدة. نكرر مرة ثانية، إذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية كما تزعم بالبطلان بأنها ديمقراطية، احنا يعني اتفقنا ان هي لا ديمقراطية لا مع فلسطين ولا مع إسرائيل نفسهم، مظبوط. نعم. إذا يعني ما هو انت نضع افتراضية، هنفترض. نعم. يبقى تنفذ قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن وحتى الرأي الاستشاري اللي صدر بإجماع 14 قاضي من ضمن 15، لأن القاضي الخامس عشر اللي رفض في الرأي الاستشاري بشأن الجدار العازل كان قاضيا أمريكيا يهوديا. وهذا المفترض أنه يكون ممنوع دكتور أيمن؟ لا، مش هو قاضي أمريكي، هو قاضي من أصل يهودي. لا، ما هو القضاء غض النظر عن الديانة والعرقية والإثنية، الخمستاشر قاضي بيتم اختياره من مختلف مدارس الفقه المختلفة، ولكن بتوصية من مجلس الأمن، توصية ثم قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فتم اختياره، ولكنه كان الناشز الوحيد ما بين 15 قاضي الذي تحفظ على من أهم ما صدر عن الأمم المتحدة منذ القرار 181 عام 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار عدم مشروعية الجدار العازل العنصري الإسرائيلي البغيض في العام 2004. الجزئية الأخيرة دكتور أيمن سلامة تتعلق بماذا لو تم التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي يعتبر حركة حماس حركة إرهابية؟ هتكون في آثار يعني قريبة جدا، آثار طبعا سلبية على حركة ومنظمة حماس، بالنظر إلى لو شفنا يعني يمكن فرض عقوبات عليها، عقوبات على من؟ عن القيادات حماس، قيادات، عقوبات السفر، مصادرة الأموال، مصادرة أيضا ومصادرة الأموال لو كانت في الخارج، طبعا. ملاحقات الكيانات والشركات والهيئات التابعة لحماس، وفرض عقوبات على الدول والشركات، يعني منع وحظر الدول التي تتعامل مع حركة حماس، مثل ما حدث من الولايات المتحدة الأمريكية في جزاءاتها وإعادة تفعيل جزاءاتها الأخيرة منذ شهر واحد ضد مين؟ إيران. الولايات المتحدة الأمريكية لم تفرض الجزاءات على إيران وحسب، ولكن كافة دول العالم حذرت الإدارة الأمريكية. إذا كانت هذه الدول والشركات والهيئات تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حذرت عليها ومنعتها وألغت تعاملاتها مع إيران. طيب، أنا سعيدة جدا يا دكتور أيمن، أعلم أننا أثقلت عليك كثيرا، ولكنك أنت يعني فقيه يعني لا يستهان بك يا دكتور أيمن سلامة. هناك العديد والعديد من الأسئلة، ولكن وقت البرنامج أصبح يداهمنا. الدكتور أيمن سلامة الخبير والفقيه الدولي، شكرا جزيلا لك. العفو، أهلا بسيادتك، متشكر يا فندم. شكرا يا فندم، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.